كريم مصاب بكوفيد-19. قامت ماريا العاملة من قطاع الصحة المجتمعية بالتأكد من أنه لا يعاني من أعراض حادة وأنه يمكنه عزل نفسه في منزله حتى يتماثل للشفاء. يجب أن يقوم كريم بتهيئة منزله لحماية الأشخاص الذين يعيش معهم من انتقال العدوى، حيث إن فيروس كوفيد-19 ينتقل بسهولة للآخرين. تسأل ماريا كريم عما إذا كان لديه غرفة وحمام خاصين به ليبقى فيهما وحده حتى يتحسن. إذا كان لديه غرفة وحمام خاصين سيكونان أفضل مكان ليتحسن فيه كريم في المنزل. لا يمتلك كريم غرفة إضافية في منزله، ولذلك تعلمه ماريا كيف يستخدم غطاءين نظيفين لينشئ مساحة معزولة داخل الغرفة. تحتوي هذه المساحة على نافذة لتوفير تهوية جيدة. يجب أن يبقى كريم في هذه المساحة وأن يتناول جميع وجباته فيها إلى أن يتعافى. يجب أن لا يدخل هذه المساحة خلال فترة العزل أي شخص سوى كريم ومقدم الرعاية الأساسي له. يجب أن يرتدي كريم كمامة قدر المستطاع، ويجب أن يغيرها يومياً. يجب على أفراد عائلة كريم وكذلك مقدم الرعاية الخاص به ارتداء الكمامة عند تواجدهم في نفس الغرفة. يجب أن يحرص مقدم الرعاية الخاص بكريم وكذلك أفراد أسرته على الحفاظ على مسافة مترين بينهم وبين كريم إلى أن يتماثل للشفاء. يسمح فقط لأفراد عائلة كريم ومقدم الرعاية وموظفي الصحة بالدخول إلى منزله خلال فترة العزل الصحي. من المهم المحافظة على نظافة المنزل وكذلك تطهير أي مساحات مشتركة كالحمام والمطبخ بعد كل استعمال. يجب أن يحتوي محلول التنظيف على نسبة كحول لا تقل عن 70%. يجب ارتداء القفازات عند تسليم أي شيء لكريم وكذلك أثناء تنظيف وتطهير المساحات المشتركة. ينبغي وضع النفايات داخل أكياس القمامة والتخلص منها بالطريقة الصحيحة. من الضروري أن يتم تطهير الأماكن بانتظام، وخاصة تلك التي يتم لمسها بكثرة مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإنارة والطاولات والكراسي والحمامات وصنابير المياه والأحواض. بالإضافة إلى تعقيم المنزل، يجب على كل شخص غسل يديه بالماء والصابون بشكل متكرر لمدة 20 ثانية على الأقل. يحتاج كريم إلى عزل نفسه لمدة 14 يوماً على الأقل بدءاً من المرة الأولى لظهور الأعراض عليه. وبعد ذلك إذا لم تظهر عليه أي أعراض لمدة 3 أيام على الأقل بعد توقفه عن تناول الأدوية يكون قد تعافى تماما وبإمكانه العودة إلى حياته الطبيعية. ومع ذلك من المهم أن يستمر في حماية نفسه ومجتمعه عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، الحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل، وارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة إذا تطلب الأمر ذلك. حافظوا على سلامتكم، احموا مجتمعكم، حققوا فرقاً.